سبق نمبر 5، تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش. دو زبر کی تنوین. ہدایت: دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتی ہے. حروف تنوین پر بعض اوقات غنہ کیا جاتا ہے، نعت میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں. غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. حروف تنوین کو پڑھاتے وقت احتیاط کی جائے کہ آواز ناک سے نہ نکلے. ب الف دو زبر بن، ت الف دو زبر تن، ث الف دو زبر ثن، جیم الف دو زبر جن، ح الف دو زبر حن، خ الف دو زبر خن، دال الف دو زبر دن، ذال الف دو زبر ذن، را الف دو زبر رن، ز الف دو زبر زن، سین الف دو زبر سن، شین الف دو زبر شن، صاد الف دو زبر صن، ضاد الف دو زبر ظن، طاء الف دو زبر طن، ظاء الف دو زبر ظن، عين الف دو زبر عن، غين الف دو زبر غن، فاء الف دو زبر فن، قاف الف دو زبر قن، كاف الف دو زبر كن، لام الف دو زبر لن، لام الف دو زبر لن، ميم الف دو زبر من، نون الف دو زبر نن، واو الف دو زبر ون، ها الف دو زبر هن، همزة الف دو زبر ان، همزة الف دو زبر ان، يا الف دو زبر ين. مشق: عين زبر ع، جيم زبر جا، عجا، با الف دو زبر بن، عجبا، همزة زبر ا، ميم زبر ما، اما، نون زبر نا، امانا، تا دو زبر تن، امانتا، عين زبر ع، با زبر با، عبا، ثا الف دو زبر ثن، عبثا، حا زبر حا، را زبر را، حرا، جيم الف دو زبر جن، حرجا، ميم زبر ما، را زبر را، مرا، حاء الف دو زبر حن، مرحا، همزة زبر ا، حاء زبر حا، احا، دال الف دو زبر دن، احدا، را زبر را، شين زبر شا، رشا، دال الف دو زبر دن، رشدا، همزة زبر ا، ذال يا دو زبر ثن، اذن، با زبر با، شين زبر شا، بشا، را الف دو زبر رن، بشرا، با زبر با، طا زبر طا، بطا، را الف دو زبر رن، بطرا، حا زبر حا، را زبر را، حرا، سين الف دو زبر سن، حرسا، قاف زبر قا، صاد زبر صا،
قصا صاد ألف دو زبر صن قصا صن ميم زبر ما را زبر را ما را ضاد ألف دو زبر ظن ما را ظن واو زبر و سين زبر سا وسا طا ألف دو زبر طن وسا طن شين زبر شا طا زبر طا شا طا طا ألف دو زبر طن شا طا طن